في شيخ بدرس نساء اتصل فيني قال لي مرحبا، قلت له اهلين، قال لي انا فلان، بدون ما يقول لي الشيخ فلان، انا ما عرفته والله. قلت له انت فلان انا شو ساوي؟ قال لي تعال عندي. قلت له قديش عمرك انت؟ عمره شيء 90 95 سنه. قال له بيجي لعندك، وين بلاقيك؟ قال لي بجامع الفلاني. رحت لعنده فت سالت عنه، دلوني عليه، فت والله شيخ وعمامي وخطيب جمعه وامام فت والله قعدت. قال له امرني سيدي. قال لي حتى اول شيء تتغدى. قال له شو ما جاي اكل انا؟ لا بتغدى. حط لي غدا فعلا شيء ظريف فعلا. لك المخلل مخلل، نحن عندنا المخلل ملح كله. اي نعم. لك كل شيء. اي نعم، فعلا انه الشيخ الحقيقي هو صاحب الفائده والمائده والحكمه الزائده. اي نعم. اكلت اكله عنده اكلا لما. اي نعم. اي والله. قال له امور سيدنا، هلا امور. اي والله. قال لي كتابك؟ قلت له حاضر. قال لي بدي حقوق الطبع؟ قلت له لكل مسلم، انا ما امسك حقوق طبعا حنا. قال لي بدي اعدل فيه؟ قلت له لا تعديل لا، لكن اي نعم حبيت انه تاخذه مثل ما هو. اي والله اشترى مني 500 نسخه، كان ما عندي غيرهم باسناء، اشتراهم. اي نعم. وين راح فيهم؟ والله ما بعرف، بجوز الفتوى ما عجبته وقام خباهم. اي نعم. الله اعلم. اي نعم. اذا انقطاع ما ينافي من حيض ونفاس. فالمراه انت بتتوضا لما تطهر من الحيض او من النفاس، تتوضا مشان الصلاه. وحدث يعني انسان اي نعم عم يتوضا احدث، رد يرجع من الاول. هلا وضوء المعذورين غير وضوء الناس العاديه. مره اجاني واحد اختيار، هي القصه من شي 15 سنه، فقال لي انه بحط حفاض مثل اولاد الصغار. انا كنت راح اضحك، يعني ما بعرف انه ممكن انه الزلم تحط حفاض او كذا او شيء. ايه ترى الزلم بس تكبر، لك اذا عطس انا عم بشخ تحته، لك ما بيتم في اي نعم، لا بيتم في مساكات ولا بيتم في جلود ولا بيتم في شيء. اي نعم. ترى الكبر عبر، يعني تلاقي عطس او سعال او اذا حدا طرقه من كتفه هو ماشي بتلاقي اي نعم فلت. الشاب بتلاقي سبحان الله نبقى نصلي ايام، صلي انا المغرب والعشاء بوضوء الظهر بوضوء الفجر، ما احتاج اي نعم الطلعه. وين هلا؟ هلا اي نعم، هلا بتوضا كل وقته بوقته. اي نعم. وبحاول انه ما اطلع من البيت كثير مشان ما احتاج اي نعم انه اطلع لبرا زياده. اي فاذا كان اي نعم انسان، اما اذا واحد معه الحدث اللي معه اي نعم معذور، هذا له وضع اخر. اذا انسان مثلا بنقت منه البول مثل حكايه الصوبيا بالشتاء، سلس بول، هذا له حكم، هذا النقط هي ما بتنقض له وضوءه. بس اما يروح يبول تنكي برا، لا راح الوضوء. معه انفلات ريح بيفلت منه الريح شوي شوي غصبا عنه، ما بينقض وضوءه. اما طالع ريح بينفخ بالون، راح الوضوء. انت معذور بشيء، اللي معذور فيه معذور، اما اي شغله ثانيه يتعدى فيها بيروح الوضوء، بصير الانسان بده وضوء جديد. وزوال ما يمنع وصول الماء الى الجسد كشمعين وشحم. لما نحمل الشمعه ايام فبتلاقي بتنقط على ايدنا، بتساوي طبقه، هي الطبقه تمنع وصول الماء. هلا النسوان بيحطوا على ايدهم مناكير، والمناكير جمع منكر، منكر ومنكر ومنكر صاروا مناكير. فهي المناكير بتمنع وصول ايش؟ الماء الى الجسد، ما بيصح وضوءها لحتى تزيل المناكير عن ايدها. فمره اي نعم يعني احد المشايخ افتى فتوى، والله ما اشتغلت معي. يعني قال له انه بدك تصلي ركعتين ورا الزوجه، قالت له يعني ما تم وضوء، يعني ما في وضوء. فقال له انه يعني توضئي يعني رغم وجود كل شيء عليها ما بتزبط مناكير وشغلات المراه بالعرس مركبه تركيب. يعني الواحد في الصبح بيطلع فيها ولا حول مو هي. هلا في بالفقه، في عنا بالاحكام الشرعيه في الاحوال الشخصيه اي نعم، انه عنا ماده ولا يثبت في الزواج في النكاح جايبينها اي نعم، خيار وعيب، ولا خيار شرط ولا خيار رؤيا. خيار العيب اذا انسان تزوج انسانه يوم ليله الدخله فاتوا اياها على الغرفه، ملالة قامت البروكه علقتها، قامت طقم اسنانها حطتهم بقلب كاسه، قامت هدول اللي بعيونها حطتهم بقلب طاسه هيك، بعدين فتلت ايدها طلعت ايدها الغوز.
نط من الشباك مرتك رجع. كل عيوب مرتك، ما في عيب، ما في عيب، رجع بده يرجع. لا يثبت في الزواج خيار عيب ولا خيار شرط. نكتب ورقة بيني وبين بيت حماي بدي طولها 180 سنتي وعيونها هيك كبار، هيك شرحة العين، وكانوا بالأساس يدوروا على التم الصغير، هلأ بدوروا على الشفاتير الكبيرة اللي ما مو كبيرة من خوان سليكون. نعم، ف 180 سنتي وعيون كبار، وكتبنا ورقة وشهدنا شهود، جابوا لي إياها طلعت قصيرة ياسمينة مثل أنية الغاز هلأ أدنى. قالوا من إيه هاي؟ قال هاي مرتها. طلعت بعيونها يا دوب عم تشوفني. نعم، طلعت بتمها من الأذن للأذن. قلت ما بدي إياها مرتك. كاتبين ورقة قال بالله واشرب ميتها. لا يثبت خيار شرط ولا خيار عيب ولا خيار رؤية. هلا الإنسان ما بيخطب بده يشوفها. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة؟ انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدي ما بينكما. فالإنسان بده يشوف خطيبته، وبده لازم إذا بده يشوفها يعملوا غارة عليه هون، مو إنه والله جايين مثلا. إذا بتقول لهم جايين على غفلة نص ساعة ما بتطلع من الغرفة الثانية، عبين بقى ما تركز حالها وتركز لونها وتركز كذا. لا، بده يخطب يخطب من موتي، يكون رايحة مع أمها على عزاء بشوفها. اي نعم، مو لابسة ولا حاط على وش شيء ولا من يحزنون. اي على الطبيعة، ما لها تحط على شيء. اي نعم بموتي. أما بتلاقي يوم الإنسان بده يخطبها وقال ما خلص أخي ما نعم أنا قبلت. شو قبلت ما قبلت؟ يعني ما شافها. أنا أبي ما شاف أمي، ما بيسترجي يشوفها. خوالي كلياتهم اي نعم عاملين زقرتية فوق عنا، كلياتهم اي نعم تلاقي كان معهم مسدسات مرخصة، بتلاقيهم بالفرح وبالعزا اي نعم، ما بيسترجي يقول بدي يشوفها، بس ما نغش. يوم شافها اين حمد الله سبحانه وتعالى، يمكن نادر ندر كان. اين فلا، هذا مو شرع. واحد مرة بقرية من قرى لي شيخ، قال وجاي واحد يخطب بنتي لازم يشوفها. قلت له طبعا، قال لي لاني فاتح معرض دمشق الدولي انا، ان شاء الله عمره ما يشوفها. يا اخي هذا دين. لا، قال لي ما بيشوفها، بيبعت امه بتشوفها. شو امه؟ الجمال شيء نسبي، يلي بجوز اللي امي تشوفه حلو تشوفها حلوه، انا ما اشوفها حلوه. شيء يتدبس فيها. ففي ناس تلاقي تعصب، مو دين، الدين التزام.